صدق الشر. لا الشام. اسعد الله اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه الكويت. كما تشاهدوا معنا هذا السيد هذا اللي كيبلغ العمر ديالو 45 سنه، هو من ذوي احتياج خاص صم وبكم، كذلك عنده مشكل ديال في العين ديالو اللي عنده محتاج العملية القيمه ديالها 3 مليون و60، ومع الاسف انه عايش غير مع الاخت ديالو اللي مطلقه والظروف ديالهم صعيبه بزاف. غنسمعوا القصة ديال هاد الشاب عند أخ ديالو، والوالدين ديالو الله يرحمهم متوفين، وغنسمعوا القصة هادي. مرحبا بك إلا معنا في هاد البث المباشر. أنا رجع ليك. لا رجع، مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو لك الصح تبارطاجا. رجع عاودي لنا على القصة ديال الأخ ديالك. السلام عليكم. فهاد الصوت ديالك. السلام عليكم. الدري خويا مسكين عايش معايا، ومات مو با في 2018 ومو با في 2019، بقى عايش معايا مسكين. دابا جات الحاله ديالو بزاف كتزاد الحاله ديالو، عيني ما تيشوفش، تنبقى نخرج نقلب عليه في الزنقه ما تيخرج حفيان ما تيشوفش، نخاف شي نهار نضربو شي طوموبيل. انا عندي 3 الوليدات تنخدم عليهم، ما تنضلش غير الجيران، الجيران مساكن تيضرا الدين معايا لولها ليه، تيجيبوه تيدخلوه، واش نهار خفت تضربو شي طوموبيل، بغات المساعدة تعال عيني تعالج عينيه، ما باغاتش شي حاجة. 3 المليون باش طلبو ليا قرنية في الرباط، أنا ما عنديش، أنا تنخدم غير في الديور، مرات تنخدم في قهاوي، داكشي اللي تنجيبو عندي جوج ولاد وبنت. هالحالة اللي عايش فيها هو، تنوكلو تنشربو تنكسيه تنخلص الموضوع، حنا غير دار الوراثة فيها عرام ديال الناس، حنا فين فين تيعيش هوايا فين تنعيش أنا وياه. ما قدرتش نلوحو خويا، ما بغيتش ندوزو، ما نقدرش نلوحو ولا ندير عليه شي حاجة ولا، الله يجعل البركة في سيدنا والجمعية واللي يشوف بعينيه. وراه الدري راه كلشي قدامكم، واللي بغى يحن بقلبو الله يرحم والديك. واخا رجاء بغيت نسولك الله يخليك، شحال هادي باش شحال هادي باش هو مريض بالعين ديالو؟ دابا شي من 2016 و2017 و تيعاني في هادشي. نعم من 2016. كيفاش بداتو العين؟ داروا الجلال على عينو. اها كنديرو تيديرو له تيديرو له غير الدواء هنايا في القنيطره، ما عرفوش حنا داتهم مع الطبيب الاختصاصي، وداوه للرباط نتبع في القرنيه في الرباط. الرباط هما طلبوا ليا 3 المليون، هما اللي قالوا، هما اللي قالوا ديري في الطبيب ديال العينين ديال الراس اللي في الرباط. وهيك الساعه كان الوالدين ديالك حيين، كانوا حيين، وكان تما تتبا وكانوا عاونيني عليه. دابا ملي مات الاب والام ما كاينش اللي يعاونني عليه، لا خوتي يعرفوه ولا حتى شي واحد، والله يجعل البركه في الجمعيات. وانا رعيت وعندي 3 الوليدات خدام عليهم، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما قدرتش ما لقيتش له الجهد، كل لقيت له الجهد راه ما عندوش. دابا تيغدل عليا في الزنقه، وتنخاف ضربوا شي طوموبيل، وتنخاف ضربوا شي طوموبيل، وتبقى نضل تابعه وتنضل خدامه. مرتي تمشي للخدمه في كاوكا، وتنخدم في الديور، تنخدم في القهاوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم هادشي. وجه مسكين، شوفوا الحاله ديالو، راك شوفوا الحاله ديالو، ما تي راهو شوفوا في هذا، ما تيشوف لا ما نغطيش ياكل ما ياكلش، لا ما عطيتوش ياكل ما ياكلش. لا اله الا راه خويا ما نقدرش ندوزو انا، ولا غنلوحو شي بلاصه ولادي، وانا بقى معاه بحال هكا. الله يجعل البركه في الجمعيه، ولا بغى شي واحد يعاونو في سبيل الله، الله يرحم الوالدين، الله يجعل البركه في سيدنا. رقم التليفون عندي 06 95 30
58 61. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوفتي قناه الشعب، هذا السيد هذا كيف ما سمعتيه وكيف ما تابعتيه معنا مع الاخ ديالو، ف من ذوي احتياج خاص هو صم في العمر ديالو 45 سنه. الاخ ديالو اللي كلفه به، والاخ ديالو كيف ما قالت لي الظروف ديالها صعيبه وكيف ما سمعتيه الوالدين ديالو الله يرحمهم، كيطلب من الناس المحسنين انهم يساعدوه او الجمعيات او اللي قادر يساعدوه، فالرقم ديالها كاين في الوصف، ونقول لكم الرقم ديالها اللي هو 06 95 30 58 61. أيضا رقم 0695 30 58 61. والله ولي دعوة أجمع حسين، فشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء دمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى منكم أنكم تبارجوا وما تنساوش، نتلقاو في لايف آخر في بث آخر إن شاء الله، وجمعة مباركة، الله يخليكم بالصحة والسلامة.